وشوشة. فكروا كده في موضوع حلقتنا النهاردة، الستات اللي بتجري في السوبر ماركت على كل العروض والخصومات والمنتجات اللي بيبقى عليها خصم وتشتريها حتى لو ما كانتش محتاجاها، هل دي حاجة كويسة ولا بتشوفوا انه ده تبذير وبتشوفوا انه هو فلوس رايحة على الفاضي وعلى الأرض؟ حمادة المصري عايز يسمع وائل جسار من يومه وقال لك المنتجات كانت زيت وكاتشب وشوفان. لا مش طب بس. هو انت ولا ناقصك حاجة وفي حاجة يعني مرة تانية انا محتاجة قلنا مش سنة رمضان دي في عايزة اسمع تامر حسني دودي هسمعها لك حالا عشان هي اللي كسبت معانا المرة اللي نورنا نورنا والله يا وشوشة منورانا هنا النهاردة مبسوط مع مي في البرنامج عايزك تقول حاجة مي دي يعني صديقتي فوق العشر سنين يعني يلا اشترك أول مرة نشتغل مع بعض سوبر ماركت وأهل رمضان لمدة 5 أيام ما واضح طبعا نجاح البرنامج من كمية الإعلانات تعرف البرنامج ناجح ولا لا من الإعلانات طبعا احنا عارفين يعني لكن بسم الله ما شاء الله احنا في فصل اعلاني مثلا بقى لنا جه ساعه احنا مشروع تعالى فكره وارجع بمشروع شباك واحد تاخد منه ورخصه مؤقته ممكن توصل لخمس سنين شباك مشروعك موجود في كل المحليات 248 شباك اكتر من 65000 مشروعك المنتجات اللي بيبقى عليها خصم وتشتريها حتى لو ما كانتش محتاجاها هل دي حاجه كويسه ولا بتشوفوا انه ده تبذير وبتشوفوا انه هو فلوس رايحه على الفاضي وعلى الارض اسمعوا السكتش بقى مره كمان تعالى نجيب الاوفر ده اوفر ايه اوفر الزيت هتشتري 8 ازايز بسعر 5 يا حبيبتي ما احنا عندنا زيت كتير في البيت بس هو ينفع برضو شوف الاوفر ده وهمي هيوفر معانا كتير جدا 5 علب شوفان بسعر 4 علب بس انا مش شايف ان الشوفان مقطع بعضه يعني انا اخر مره اكلت فيها شوفان كان عندي 4 سنين بلاش ملوش لازمه الشوفان ده للولد مش لينا للولد طب بقول لك ايه في عرض هناك على الكاتش تروح بسرعه هات واحده حبيبتي انا شايف كده بنجيب حاجات ملهاش لازمه علشان هي عرض وخلاص الكاتش ملوش لازمه انت بتهزر اكيد روح بسرعه يلا قبل ما الكميه تخلص حاضر صبرني يا رب وشوشة الموقع الفني الأول في مصر رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل الإشراف العام أحمد الهوادي www.washwasha.org